السلام عليكم اهلا بكم اعزائي متابعي القناه التعليميه مدرسه الشادلي مرحبا بكم من جديد اليوم غادي نشوفوا الصفحه 95 من كتاب النجاح في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي وصلنا معكم التمرين رقم 5 التمرين رقم 5 يقول يقدر عدد التذاكر التي بيعت لمشاهده مباراه في كره القدم ب 25015 تذكره قال لك هذوك الوراق التيكيات اللي تباعو ديال واحد الماتش ديال الكره وصل 25015 تيكي يعني بي داك اللي كتشري باش تدخل تفرج في الكره شحال تبعت منهم 25015 ياك يعني اذا بعت منها 16950 تذكره بسعر 16 درهم ياك يعني منهم هاد 25000 منهم تبعت واحد 16950 بالثمن ديال 16 درهم اي والباقي يعني اللي بقى يعني لان هاد 16950 نقصناها من هاد 25000 بقات اه واحد العدد اخر تباع بشحال ب 24 درهم عاد لي وعلاش هذه تباعت ب 16 درهم وعلاش هذه تباعت ب 24 درهم انتما كتعرفوا الملاعب ديال كره القدم كاينه بلايص فيهم كيتسماو تريبي وكاينه بلايص كيتسمى بولوز شنو هي تريبي بولوز يعني تريبي هي المنصه وكاينه منصه الشرفيه المنصه الشرفيه هما اللي كيجلسوا فيها دوك الناس المهمين بزاف كيكون ثاني مخلص تذكيره غاليه والناس آه والاخرين في المنصه الناس كيكون عندهم واحد المضل واحد الظل هذوك اللي كيخلصوا كيجلسوا في الظل كيخلصوا مثلا 24 درهم البيلوز هي ديك البلاصه اللي كتكون مقابله مع الشمس كيكون عندها السعر اقل الثمن اقل 16 درهم مثلا انا اشرح لكم كيفاش كتكون الامور ديال هاد لي دياله بيي علاش كيختلف الثمن ديالهم هذا مثلا هذه ب 24 درهم هذه المنصه الشرفيه كيكونوا فيها كراسا مزيانا وهذيك كتكون دايره بجوج هذيك المنصه الشرفيه كتكون غاليه كتكون تقريبا 100 درهم فما فوق واضح هنا بغاو يقولوا لك شحال عاد دخل هذيك المقابله شحال دخلت ديال الفلوس علما ان التذاكر اللي تبعت بها الثمن هي قدا التذاكر اللي تبعت بها الثمن هي قدا اذا بكم يقدروا دخلوا هذه المباراه حنا نحسبوا نحسبوا مع غنشوفو شحال دخلت هاد هاد الموقع اذا 16950 غنضربوها في 16 درهم وعنشوفو غنقصو هاد 16950 نقصوها من هاد 25000 درهم و 15 باش نعرفو شحال دوك الناس الاخرين اللي كانوا في هاد اللي خلصوا درهم ونضربوها في 24 ونوليو نجمعو اللي خرجنا هنا مع اللي هنايا لاحظو معايا اذا هاد 16950 غنضربوها في 16 ياك

ثم نضرب الواحد نضربو العشرة نديرو النقطة ديالنا هنا واحد في صفر صفر واحد في خمسة خمسة واحد في تسعة تسعة واحد في ستة ستة واحد في واحد واحد ونديرو الجمع ديالنا صفر صفر سبعة وخمسة اثناش نكتب اثنان ونحتفظ بواحد واحد وتسعة عشرة والواحد الاحتفاظ هي حداش نكتب واحد ونحتفظ بواحد صفر زائد ستة ستة والاحتفاظ سبعة واحد زائد واحد اثنان إذا شحال جمعنا بهذا الثمن هذا هاد ستاشر ألف وتسع درهم شحال جمعنا جمعنا 271 ألف وميتين درهم واضح دابا مزيان نشوفوا دابا شحال اللي بقاو دوك الناس اللي بقاو خلصوا 24 درهم باش نعرفوها غنقصوا العدد ديال التذاكر كامل نقصوا منه 16950 ديال التذاكر الخاص اللي تباعو غير ب 16 درهم وغيبقى لنا العدد شحال انتبه اذا 25015 نقصوا منها 16950 خمسه نقصوا منها والو هي خمسه انا صفر كنقول له والو باش ما ت... باش ما يخلعكم الصفر واحد ناقص خمسة لا يمكن كنتسلفو وردو السلف حداش ناقص خمسة ستة وصفر ناقص عشرة لا يمكن عاوتاني كنتسلف ورد السلف عشرة ناقص عشرة صفر خمسة ناقص سبعة لا يمكن نستلف خمسطاش ناقص سبعة ثمنية جوج ناقص جوج صفر علاش هادي جوج لأن ردينا السلف جوج ناقص جوج صفر إذا شحال بقات ديك التذاكر اللي تباعت بربعة وعشرين درهم هو هدا ثمان الاف وخمسة وستين إذا ثمان الاف وخمسة وستين تباعت بربعة وعشرين درهم و 16950 تباعت ب 16 درهم اذا دابا هاد 865 عند ضربه في 24 مش نعرف شحال دخلت ديال الفلوس دوك اللي كانوا في بلاصه زوينه 4 في 25 نكتب صفر نحتفظ باثنان 4 في 24 والاثنان الاحتفاظ هي 26 نكتب سته ونحتفظ باثنان 4 في صفر صفر والاثنان الاحتفاظ نحطها 4 في 8 شحال 2 و 3 نديرو النقطة ديالنا باش نضربو العشرات جوج في خمسة عشر نكتبو صفر ونحتفظو بواحد جوج في ستة اثنى عشر والاحتفاظ ثلاثة عشر نكتبو ثلاثة ونحتفظو بواحد جوج في صفر صفر نهبطو الاحتفاظ هنا واحد جوج في ثمانية ستاش نديرو الجمع ديالنا صفر ستة جوج في ثلاثة خمسة جوج في واحد ثلاثة ثلاثة وستة تسعود واحد إذا هذه اللي دخلت لنا مالي 24 درهم وهادو مالي درهم شحال دخلوا لنا دابا الجمع نزيدها على هذه باش نعرف شحال دخلت هاد المباراة إذا شحال جات سبعة ألف و ألف درهم، نزيدها على 193560 وستين درهم، صفر، ستة، جوج خمسة سبعة، واحد وتلاتة، أربعة، سبعة وتسعود ستة بواحد، والاحتفاظ أربعة، إذا المداخل المباراة شحال هي 464760 درهم، دخلوا المباراة هو ألف وستين درهم نمر الان التمرين رقم 6 شوفوا التمرين رقم 6 شنو كيقول كي لك الاحظ الاشكال التاليه شو قال لك لاحظ مزيان هاد الاشكال هادو وقارن قياس المساحات الملونه داخل كل مربع غنشوفوا نقارنوا بين هاد المساحات الملونه في كل مربع واضح انا نوريكم كيفاش عن... باش تبان لكم فكره مزيان لاحظوا معايا هذا القرص هذا الابيض عنقسموه على اربعه ياك هذا نصف قرص عنقسموه على جوج وعاد لاحظ معايا غندير له لهم اسماء بحال دابا هاد هذا غندير هو واحد ياك ها هو هاد الواحد هو هذا النيت ها هو خو ثم هنايا أه فينا هو خوه هو هذا ياك يعني شوفوا الجوج الجوج هو هذا داير من تحت نشوفوا هنا اللي داير من تحت هو هذا هنا الجوج باش تبان لك مزيان هو هذا نشوفوا الثلاثه ثلاثه عنده الكرش من هنا ثلاثه ثم اللي عنده الكرش من هنا هو هذا ثلاثه ثم عنده الكرش من هنا هو ثلاثه نشوفوا الرابعه عنده الكرش من الفوق ها ها الربعة ها شنو بالك دار هادي قد هادي قد هادي ثلاثة هادي قد هادي قد هادي الجوج هادي قد هادي قد هادي الواحد هادي قد هادي قد هادي اذا اللي بقى لنا نفس المربع قد هذا المربع قد هذا المربع قد هذا المربع اذا عندهم نفس القرص ابيض ها آه هو هنا مقسم ما مقسمش هنا مقسم ربعه الاجزاء وهنا مقسم لجوج راه نفس القرص اذا هذه المساحه اللي بقات راه نفسها اذا ما نقارنو غنقولوا قياس المساحات المتل... الملونه داخل كل مربع متساويه المساحات الملونه الملونه داخل كل مربع متساويه يعني قد قد واخا كيبان مختلف الشكل هادي وهادي راه قد هاد الصفار قد هاد الخضوريه هادي اللي هنا نفس الشيء ورا جربناهم بالقرص باش وضحت لكم كيفاش انهم متساويين نمر الان للتمرين رقم سبعة التمرين رقم سبعة يقول خمسة أس اثنان جو كالكول احسب خمسة أس اثنان في أربعة أس ثلاثة نحسبوها في الدفتر ونحطو الخارج هنا لاحظوا معايا خمسة أس اثنان في أربعة أس ثلاثة شناهي

10 أس 2 10 أس 2 كتساوي 10 في 10 كتساوي 100 10 أس 3 هي 10 في 10 في عشرة عشرة في عشرة مئة و في عشرة كنزيدوا لها غير صفر كتولي 1000. 10 أس 2 في 10 أس 3 10 أس 2 هي 10 في 10, 3 هي 10 في عشرة هي في 10. إذن 10 في 10 هي 100 و في 10 في عشرة 10 هي, 100. في 10 هي نضربها في 1000 100 ألف مئة نضربوها في ألف أصفار كتولي 11 أس 2 في 3 ثلاثة أس ثلاثة هي ثلاثة في ثلاثة 3 في ثلاثة 3. كتساوي حداش 11 في 11 هي مية واحد ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة هي سبعة وعشرين إلا ضربنا مية في سبعة وعشرين ديروها حاسبة تعطيك و النتائج عندنا في كتاب قلنا خمسة أس اثنان في هي ألف ثم عندنا تمنية أس اثنان خمسة أس ثلاثة هي ألف عندنا ثلاثة أس اثنان هي تسعة اثنان أس ثلاثة هي ثمانية تسعة أس اثنان هي واحد 8 ثم عندنا عشرة أس اثنان خارج هو مئة عشرة أس ثلاثة ألف أه عشرة أس اثنان في عشرة أس ثلاثة هي مئة ألف حداش أس اثنان في ثلاثة أس ثلاثة هو ثلاثة ومئتين أس دين. نمر الان التمرين رقم 8 التمرين رقم 8 يقول أه جيكري اكتب سو دون puissance او دو, دو, دو نكتب على شكل قوه ديال او ثلاثه مية تساوي مية شحال كتساوي كتساوي عشرة في عشرة إذا ممكن نكتبوها عشرة أس اثنان لاحظوا معي لاحظوا معي مية هي عشرة في عشرة هاد عشرة في 10 ردوها قوة تولي لي عشرة أس اثنان واضح آه عندي ثم أربعة وستين شحال كتساوي 64؟ هي ثمانية في 8 8 في 8 هي أربعة وستين إن نردوها قوة تولي أس اثنان أو هادو جوج أجوبة صحاح عندك شي, شي واحد يقولك لا مصحيحاش لا بجوج صحاح إما دير أس اثنان أو دير أس ثلاثة يعني تاع 64 علاش كتساوي 64 شحال 16 16 في 4 64 نعبروا عليها 4 شحال معاوده من مرات ثلاثه المرات اذا 4 او نديروا غير 8 في 8 كتساوي لي 64 يعني 8 واضح ندوزوا اللي موراها 27 شحال كتساوي 3 في 3 في 3 ما كاينش شي نتيجه من غير هذه 3 ثلاثة في ثلاثة 3 في ثلاثة يعني ثلاثة في ثلاثة تسعود 3 في ثلاثة سبعة وعشرين هي نعبرو عليها على شكل قوة نقولو ثلاثة في ثلاثة ثمانية شحال كتساوي اثنان في اثنان في اثنان لأن اثنان في اثنان أربعة أربعة في اثنان ثمانية ونعبر عليها نقولو على شكل قوة اثنان أس ثلاثة مية وخمسة وعشرين كتساوي لي خمسة في خمسة في خمسة أو نقولو خمسة أس ثلاثة يعني خمسة مضروبة في نفسها ثلاثة ديال المرات هنا عندنا عشرة عشرة ألاف كتعني, كتعني ميه في مياه هي اللي ممكنة فقط مية في مية كتساوي مية أس اثنان مية أس اثنان نقول شي حاجة أخرى هنا ألف كيساوي عشرة في عشرة في عشرة أو عشرة أس ثلاثة مية واحد وعشرين كتساوي حداش في 11 أي حداش أس اثنان نكتبو النتائج دابا عندنا في الكتاب إذا مية كتساوي عشرة أس اثنان أربعة وستين كتساوي إما دير أس اثنان أو أربعة ثلاثة سبعة وعشرين كتساوي ثلاثة أس ثلاثة ثمانية كتساوي اثنان أس ثلاثة مئة وخمسة وعشرين كتساوي خمسة أس ثلاثة هذا يكتب مزيان نعاود أس ثلاثة ثلاثة أس ثلاثة هنا خمسة أس ثلاثة عشرة آلاف شحال كتساوي مية أس اثنان هنا ألف شحال كتساوي عشرة أس ثلاثة مية واحد وعشرين كتساوي حداش أس اثنان واضح نمر الآن التمرين رقم تسعة نكمل هذا نزلت التمرين رقم تسعة نشوف شنو المطلوب هنا قالك parmi les واحد أو ثلاثة أو خمسة جو trouve le الرقم اللي ناقص في بلاصة هاد النقاط هادو شنو غيكون الرقم الناقص واش واحد ولا ثلاثة ولا خمسة حنا هنا عندنا شي حاجة أسئتنا. كتساوي 3 أس 2 زائد 4 أس 2 إذا باش نعرفوها نعرفوها خصنا نخرجوا هذه نشوفوا شحال كتساوي عاد نعرفوا هذا العدد اللي مكتوب على شكل قوة قوة 2 واضح؟ ت... نتبعوا معايا هنا عندنا هذا حتى ها... الاخر يبان لك شنو هذا نخليوه هذا بحال ما تشوفوش فيه انا عندك 3 اس 2 زائد 4 اس 2 3 اس 2 هي 3 في 3 4 اس 2 هي 4 في 4 نبداو نخرجوها 3 في 3 هي 9 4 في 4 هي 16 9 زائد 16 شحال هي 25 اذا 25 شنو هي الا بغينا نكتبوها على شكل قوه اثنان شي حاجه اللي تضرب في راسها مره واحده تعطينا 25 هي 5 اذا هنا صار لي 5 ما صار لي لا 3 ولا 1 اذا ندير هنا 5 نكتبوها بلون مغاير ها هي ال 5 ندوزو اللي حداها شي حاجه اس أستل... 3 زائد 6 اس 3 زائد 8 اس 3 كتساوي لي 9 اس 3 هذه فيها الحساب بزاف اذا نتبعوا معايا غنبداو نخرجوا هنا شي حاجه اس 3 زائد 6 اس 3 زائد 8 اس 3 كتساوي 9 اس 3 نكمل نخرجها 6 اس 3 اش كتعني 6 في 6 في 6 8 اس 3 اش كتعني 8 في 8 في 8 9 كتساوي لي 9 اس 3 هي 9 9 9 نبدا نخرج 6 في 6 في 6 هي منير في 8 في 8 هي 512 اذا هادو كيساويو لي 729 اللي هي 9 9 9 اذا هنا 728 هذه اللي جمعتها مع هذا 8 728 كتساوي 729 اذا شنو ناقصها هنايا ناقصها غير واحد واحد زائد 728 تولي لي 729 الا بغيت ننقص نقول 729 ناقص 728 يعطيني هذه القوه هذه اذا شنو هي هذه القوه هي شي قوه ديال شي حاجه كتساوي لي واحد إذا هي واحد، واحد في ثلاثة هو واحد، واحد في واحد في واحد، فهمتو؟ إذا واحد أوس ثلاثة، أنا خصني هي واحد، شي حاجة نضربوها في راسها ثلاثة مرات تعطيني واحد، هي الواحد أيضا، إذا هاد اللي مخبية لي هنا هي واحد، إذا أنا نكتبها هنايا، نكتب واحد، فهمتو الطريقة دابا كيفاش خدمناها؟ بقات لي هذه الاخيره شي حاجه اس 3 زائد 4 اس 3 زائد 5 اس 3 كتساوي 6 اس 3 اذا باش نحل نحل هذا المشكل خصني نخرج هذا الشيء كامل باش نعرف هذه تفضح لي الراس لاحظوا معايا شنو عندي هنا هنا عندي شي حاجه اس 3 قلنا زائد 4 اس 3 زائد 5 اس 3 كتساوي 6 اس 3 اذا هذا نبداو نخرجهم هي 4 في 4 في 4 زائد 5 في 5 في 5 تساوي 6 في 6 في 6 نبدا نخرج 4 في 4 في 4 هي 64 زائد هادو هي 125 كتساوي لي هذه هي 216 نزيد نكمل 64 زائد 125 هي 189 كتساوي 216 دابا بغيت نعرف هذه شحال هي عنقص هذا 189 نقصها من من 216 اذا 216 ناقص 189 كتساوي 27 اذا شنو هي الحاجه اللي ضربتها في راسها ثلاثه د المرات تعطيني 27 هي 3 في 3 ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعود ثلاثة سبعة إذا هذه شنو هو الرقم اللي ناقصني هو ثلاثة هنا ثلاثة واضح نمر الآن التمرين العاشر التمرين الأخير التمرين العاشر يقول مسيو مهدي أشيت سا voiture à كريدي هاد السيد مهدي شرا الطوموبيلة ديالو بالكريد إل فيرس فانتكاتر التسبيق الأول عطاهم ربعة ألف درهم على كوموند يعني ملي عطى لا كوموند يعني الطلبيه ديالو حط لهم هاد هاد الفلوس باش يعبر على النيه ديالو بحال اللي كيعربنها عبر على النيه ديالو انه يشري هاد الطوموبيل هاد 54000 درهم و14 54014 درهم ا لا ليفريزون يعني ملي عطاو الفلوس زادهم ملي عطاو الطوموبيل زادهم هاد الدفعه هاد اذا الاول باش عربن هاد الدفعه الثانيه زاد لهم اللي سلموا له الطوموبيل ا لا لي دو سون فيكول

هنا يقول لك عجمع شحال شحال ديال الفلوس قيمة ديال الطوموبيل كومبيان وي غوفيان سا يعني بشحال طاحت يعني هاد الطوموبيل هادي اذا غنجمعو فقط شنو غنديرو غنجمعو الدفعة الاولى نجمعو الدفعة الثانية ونضربو هاد ستة وثلاثين نضربوها الف وتسعمية واحد وخمسين سهلة جدا اذا لا كوموند شحال كانت تبع معايا لا كوموند الاولى هي الف اربعة وعشرين الف وتسعمية وخمسين يعني فاش عربنها في الاول كاع عطاهم هادشي لا livraison يعني ملي جاو سلموا له الطوموبيل عطاهم 54000 و14 نجمعوها يعني شحال عطى الفلوس اللي كيد من جيبو شحال عطى صار زائد 4 4 5 زائد 1 6 9, 9 زائد 0 9 4 زائد 4 8 2 زائد 5 7 اذا هذه الفلوس اللي عطاها في الاول هي 7 78000 درهم و964 هذه عطاها لهم فاش عربنها وهذه فاش سلموها له دابا هذه فلوس خرجت من جيبو دابا بقى لنا شحال يخلص شهريا يعني.

ستة وجوج ثمانية هي لأن هنا ستة ثلاثة واحد وخمسة ستة سبعة وخمسة اثناش نكتب اثنين حتى يدوب واحد واحد وثمانية تسعود الاحتفاظ عشرة إذا هذا اللي عطى شهريا وهذه اللي عطى في الأول غنجمعو هذه زائد هذه بساطة غنعرفو الثمن ديال الطوموبيل ها هي وسبعين ألف درهم وتسعمية واربعة وستين نزيدوها على هذوك الدفعات الشهريه وعجبهم شحال تقام عليها الطوير 4 و 16 10 نكتبوا صفر واحد تعويض 6 و 3 9 و 1 الاحتفاظ 10 نكتبوا صفر واحد تعويض ستة ستة بي واحد 9 و 6 15 و 1 16 نكتبوا 6 و نحتفظ بي واحد 8 و 2 10 و 1 11 نكتب 1 و نحتفظ بي واحد 7 و الاحتفاظ 8 و 1 اذا شحال تقامت عليه 181000 درهم و 600 يعني 18 مليون و شي شويه